السلبية ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذ من تلاميذة الثانوية التأهيلية، الثانوية التأهيلية بالخصوص عبد الكريم الخطابي وثانويات هذه المدينة العزيزة مدينة تيفلت. حنا كباقي المغاربة في كل ربوع المملكة المغربية خرجنا لأجل شيء واحد، أننا حنا ما رضيناش بالدل، لأنه اللي كيرضى بالدل راه كيمشي يدخل يقرا. حنا ما بغيناش نمشيو ندخلوا، حنا لهذا النهار هذا بغينا نديروا هذا الإضراب هذا عام. لماذا؟ لأجل أن تتغير هذا الأسلوب، أن يتغير، لأننا نحن لسنا عبيد كي يسيرون كيف شاءوا. نحن تلاميذ أحرار باش نبينوا الصوت ديالنا يوصل للعالمية ويوصل لأي منطقة، أننا حنا ماشي أي حاجة نزلوا علينا حنا رضاو بها بحال الكلاب، لا، حنا حتى حنا عندنا صوت وعندنا حق باش يعرفوا بلي التلاميذ ديال المغرب عندهم الصوت ديالهم. حنا خرجنا في هذه المظاهرة من أجل روح الشهيد الطفل اللي مات في مدينة مكناس والطفل اللي مات في مدينة بني ملال، ومن أجل هذه الساعة هذه اللي جات هكاك ما بين عشية وضحاها وتعطات لينا. حنا ما راضينش بهذا الشيء، حنا لن نقبل أبدا بالذل ولن نعيش مدلولين. نحن عندنا كرامة ديالنا وعندنا بزاف ديال مجموعة الأمور اللي حنا كنبغيو نوصلوها. حنا ما نرضاوش بالذل وشكرا.